الاسعار انا بالنسبه لي الاسعار انا شايفها غاليه قوي، كيلو بطاطس ب6 جنيه والبصل ب4 جنيه، يعني انا بدفع 20 جنيه عشان اجيب صنفين بس، لسه ما جبتش خضار. والله الاسعار زياده وفي زياده في زياده، ومش عارفين ربنا ايه اكتر حاجه لفت نظرك انها غاليه قوي؟ الخضار، الكوسه، الفاصوليا. الكوسه ب5 جنيه وب6، والفاصوليا برضو ب6. ده هنا كمان السوق هنا بتاع سعد زغلول سوق يعني رايق شوية، يعني الليمون ب2.5 اي بيت ما بيستغناش عنه. والله الاسعار مرتفعة جدا، يعني ايه لفت نظرك؟ يعني من بعد عملية الحظر والناس ابتدت ترفع الاسعار بحجة ان الخضار والبتاع ما بيجيش كتير عشان الحظر، انما دلوقتي ما فيش حجه يعني. وبعدين كانوا بيقولوا قبل كده الدولار اللي نزل، يعني ما فيش اي حجه لارتفاع الاسعار. وبعدين الخضار اصلا ما بيستوردش، كله بيتزرع هنا. البطاطس مثلا عمرها ما وصلت ل6 و7 جنيه. الاسعار غاليه طبعا، مولعه علينا وعلى تاجر التجزئه. بتبقى غالية من قلب السوق، من قلب مكانه بيبقى غالي. الزرع بيبقى جاي من قلب مكانه، من عند المعلمين ذات نفسهم بتوع العبور، بيبقى جاي غالي من مكانه. الخضار غالي، الفاصوليا يعني كنت شاريها من يومين كنت شاريها ب8 جنيه دلوقتي بيقول ب6، يعني نزلت شوية. كل حاجة غالية، الفاكهة غالية والحاجات المدرسية غالية واللحمة غالية، كل حاجة، واللبس غالي. قلت لي على التسعيرة، أنا ما سمعتش عنها، بس أنا سمعت من يومين إن الوزارة هتعمل الكلام ده، أنا ده اللي سمعته. بس هو التطبيق نفسه مش هيتطبق دلوقتي، إن هو لازم يعمل الجملة الأول عشان يقدر البيع ينزل التسعيرة هي. والله بس أنا بقول كان الله في عون الحكومة، ومش عارفة الحكومة هتعملها إزاي، معرفش. ممكن تطبق اصلا ولا لا؟ متهيألي صعبه. ليه؟ لان حال البلد يعني لسه برضو البلد عايزه تتعافى وتعبانه. والله ما المفروض يعملوها، يعني دي احسن حاجه في الوقت اللي احنا فيه بالذات ده. والله هي عايزه اراده، لو عندهم اراده هم هينفذوها، لان دي كانت مطبقه قبل كده في مصر. التسعيره كانت بتنزل في الاذاعه، الكوسه بقى ثمنها كذا، الطماطم ثمنها كذا. ايه المانع ان نطبق في الوقت ده بالذات، خصوصا الظروف اللي بتمر بيها البلاد دي؟ يعني ممكن تطبق في وقتنا ايه؟ للاسف، لان هم من 10 سنين عملوا حاجه اسمها اقتصاد حر. ازاي هترجع انت من الاقتصاد الحر هتجيبه هنا في عداله اجتماعيه؟ صعب. ممكن تجيب نتيجه بس مع عايزه ثقافه شعوب. احنا عندنا هنا احنا ممكن المنتج اللي يغلى نتعامل معاه كالشعوب المتقدمه والناس المتحضره، في ثقافه ان انا ما اقربش من السلع، سلعها هينخفض لانها مساله عرض وطلب. لكن النهارده حضرتك انا بلاقي الزبون بيلف من الناحيه الثانيه عشان ياخد الحاجه الاجود، وبالتالي المنتج سعرها جبريه. ما ينفعش في مصر سعرها جبريه وانا عندي منتجات مختلفه، في متوسط، في جيد، في ممتاز، يبقى الراجل ده هيشتغل ازاي؟